أهلا بكم من جديد. تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة وزير النفط، أقامت شركة توسعة غاز البحرين الوطنية حفلا بمناسبة نجاحها في إكمال الحصول على تمويل لمشروع إنشاء مصنع الغاز الثالث بقيمة 515 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع البنوك المحلية والإقليمية. ووقعت شركة توسعة غاز البحرين الوطنية وشركة جي جي سي اليابانية في يناير 2016 اتفاقية إنشاء مصنع الغاز الثالث، والتي تشمل جميع الأعمال الهندسية وشراء المواد اللازمة لبناء المصنع بقيمة 355 مليون دولار. ووقعت الشركتان اتفاقية إنشاء خطوط الأنابيب وتوسعة مرافق منطقة التخزين بمرفأ سترة، والتي ستتضمن بناء خزانين إضافيين، الأول بسعة تخزين 200 ألف برميل من البروبان والآخر بسعة 100 ألف برميل من البيوتان. كما تشمل اتفاقية المعدات المساعدة وجميع الأعمال الهندسية وشراء المواد اللازمة للمشروع بقيمة إجمالية وقدرها 98.7 مليون دولار. احنا جدا فخورين بحصول شركة توسعة غاز البحرين على تمويل ناجح بمبلغ بقدر 515 مليون دولار. حقيقة هذا اتفاقية ذو شقين، الشق الأول اللي تشمل بناء المصنع وهذه كانت ب 355 مليون دولار، والشق الثاني كانت بناء إنشاء الأنابيب الخاصة بالمصنع واللي تضم مرفق التخزين وإنشاء خزانين، واحد بقدره 200 ألف برميل والآخر بقدره 100 ألف برميل، وطبعا الأعمال الإنشائية، وهذه قيمتها 98.7 مليون دولار. تحت رعاية محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعرج، انطلقت في العاصمة المنامة فعاليات مؤتمر الهيئات الشرعية السنوي 15 الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أيوفي. وقد أكد المشاركون على ضرورة المضي قدما في تطوير المزيد من المعايير الجديدة ومراجعة المعايير الحالية، وذلك من أجل تلبية متطلبات السوق المتغيرة على أساس دائم، إضافة إلى أهمية الاستجابة للمستجدات والتطورات في الصناعة المالية إقليميا وعالميا. وقد تطرق المشاركون إلى بحث أهمية الإطار الرقابي والإشرافي على عمل المؤسسات المالية الإسلامية، وتحديد طبيعة الفروق في الرقابة والإشراف بين العمل المالي والمصرفي التقليدي والمتوافق مع الشريعة. والله شوف، الأيوفي أدت دور كبير في الواقع، لأن هي يعني أصدرت العديد من المعايير المحاسبية اللي تنظم عمل المؤسسات المالية الإسلامية، وإحنا في البحرين من أول دولة في العالم اعتمدت هذه المعايير، وأصبحت كل ما ذكرت هذه المعايير يعني جزء من المتطلبات الرئيسية المطلوب من المؤسسات المالية الأخذ بها في هذا الشأن. المؤتمر في هذه السنة حقيقة يعني يشهد نقلة نوعية من خلال تدشين مبادرة كبرى على مستوى الصناعة تتعلق بالأوقاف، من خلال تدشين مشروع اسميناه باقة معايير الوقف، والتي هي معيار شرعي ومعيار محاسب ومعيار في الحوكمة في صناعة الوقف. كذلك ستناقش جلسات المؤتمر بحول الله سبحانه وتعالى سبعة من أهم المحاور العناوين، من ضمنها موضوع المقاصد، دوره في اجتهاد في فقه المعاملات المالية، كذلك إعادة التمويل، الإجماع ودوره في الاجتهاد، كذلك محور قانوني مهم يتعلق بالاتفاقية والعقد وما يتعلق بها من قضايا وأثرها في الاجتهاد. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه غطى الإصدار رقم 140 من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وأشار المصرف إلى أن قيمة الإصدار تبلغ 26 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في 13 من أبريل 2017 إلى 12 من أكتوبر 2017، ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 2.37% مساوي للإصدار السابق بتاريخ 16 من مارس 2017، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 161%. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نستعرض وإياكم مشاهدينا أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، فكما هو موضح على الشاشة أغلقت جميع البورصات الخليجية على ارتفاع باستثناء بورصتي سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، فقد أغلقت السوق المالية السعودية عند مستوى 7099 نقطة محققة ارتفاعا بلغت نسبته 0.89%، وكانت الربح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لأداء بورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 7042 نقطة محققا مشاهدين ارتفاعا بسيطا بلغت نسبته 0.18%. ونأتي لأداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1357 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.40%. وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين 4,400,000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 1,300,000 دينار تم تنفيذها من خلال 82 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 845,000 دينار، أي ما نسبته 66% من القيمة الإجمالية للتداول.